هبت عواصف، هبت عواصف كما لم تهب من قبل، كما لم تهب من قبل، نقطة. وجاء الربيع، وجاء الربيع ونبت العشب في الملعب، نقطة. انتهى. اقروا الورقة مرة قبل ما تقدموها. لك شو حلو؟ بدي اشتري. ايه حلو، بس معك 40 دولار؟ ايه امي مع 40 دولار، بدها تشتري لي اياه باخر الشهر. شو بك يا زلمه، صدقتها؟ بتقول لك هيك تتأخر. لا بس هالمره وعدتني. يلا يلا تاخرنا. لحظه بتفوت جاري. شو عم تعمل؟ عم ناشف الطيارة. شو بها؟ امبارح كنت عم طيرها لما تعليت 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 ودقت بالغيمة. بالغيمة؟ ايه ما طيارة سبيسيال. سبيسيال؟ طب كيف اجى عليها مي؟ مع الغيمة معبية مي، الطيارة طلعت بلزقة، نحن خسرتنا شي وحدة. شو؟ شو بكون؟ ايه بتخزاه بتفضي شتي علينا. مرة صارت بأمريكا مع عمي، هو خبرني. كيف تخزق الغيمة؟ ما هي غيمة. ما الغيمة شو؟ كيس معبيه مي لما بتنخزق بتشتي علينا. جبتلي كيس الجلل او بعد؟ لا يا زلمة ما تاخذ عن صاحبي. إلا كان رد لي 5000. ماما هي بكرة. إذا ما جبتهم بكرة؟ بكرة ممكن بقى. شو اللي بأكد لك؟ إذا ما جبته بعطيك سيارة. يلا مشي. ماما ما بدك تشتري البوت يلي قلت لك عنه من عند ابو جميل؟ بعدين حبيبي باخر الشهر. ما هيك قلت لي المره الماضيه، يمكن اشتروا قبله، هذا اخر واحد. البوتات بعدهم غاليين هلا. بعدين الدنيا بعدها صيف. Thank you.
عمر ما بدك تتغدى؟ لا. شو بيك زعلان؟ ماشي. طب اذا بعطيك هيدا بتضلك زعلان؟ يلا باي. لوين رايح بالبوت؟ روح اشلحه والبوس هيداك. طقس بعده منيح، خليه هيدا لوقت الشتاء. للشتاء؟ ما هيداك مخزوق. لو انتبهت له ما كان انخزق. روح اشلح هيدا هلا. أما الشتاء فيبدأ في 21 كانون الأول. 21 كانون الأول. وأما فصل الربيع فيبدأ في 21 أيار. لا تظهر.
عمي.